السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبنات طلاب الصف الثاني الإعدادي بمدرسة الأهرام مودرن. النهاردة إن شاء الله معنا درس جديد من دروس النحو وهو التوكيد. كلمة التوكيد مش جديدة علينا، عارفين معناها فاهمينها. توكيد يعني بنأكد الكلام. طيب التوكيد في اللغة عندنا هو تابع. يعني إيه تابع؟ يعني ممكن نلاقيه مرفوع أو منصوب أو مجرور، زي النعت كده. النعت بيتبع المنعوت والتوكيد بيتبع المؤكد. المؤكد دوت اللي هو الكلمة اللي بتسبق التوكيد. بتعرب ايه؟ يعرب حسب موقعه في الجملة. المؤكد يعرب حسب موقعه في الجملة، والتوكيد يعرب توكيد. طيب نروح نشوف انواع التوكيد. النوع الاول بنقول عليه توكيد لفظي، وسميناه لفظي لان هو بيجي عن طريق تكرار اللفظ. تكرار اللفظ بعيد الكلام يعني بكرره، ودي اكيد سمعناها وشفناها كتير في حياتنا من بابا من ماما من المدرس. الكلام بيتعاد عشان يأكده، سواء الكلام ده كان اسم أو فعل أو حرف أو جملة. النوع الثاني توكيد معنوي، وده بيكون ليه كلمات مخصوصة بنستخدمها عشان نأكد بيها. عندنا كلمة نفس وعين، عندنا كلمة كلا، كلمة كلتا، كلمة كل وجميع، وهنشوف إيه تفاصيلهم وإيه شروطهم لما نيجي عند الأمثلة. تاني أنواع التوكيد نوعين، لفظي عن طريق التكرار، ومعنوي عن طريق بعض الكلمات وعددهم 6. نروح نشوف كده مع بعض أمثلة عن التوكيد اللفظي. المثال الأول هو تكرار الاسم، زي الطالب، الطالب مجتهد. أنا كررت كلمة الطالب قلتها مرتين، فالمرة الثانية بتأكد الأولانية، المرة الثانية بنعربها توكيد، والمرة الأولى بنسميها مؤكد. طبعا هنعربه إيه؟ فأول الجملة يبقى مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة. طالما ده المؤكد بتاعي مرفوع، يبقى التوكيد اللي عندي توكيد مرفوع زي المؤكد بتاعه. طيب في حالة تكرار الفعل، المثال بيقول أقبل، أقبل الناجح. أقبل الأولى فعل ماضي مبني، وأقبل الثانية برضو فعل ماضي مبني. احنا اتفقنا ان الفعل يعرف فعل، مش هنقول عليه مؤكد. لكن في حالة يقول لي استخرج توكيد، أطلع أقبل الثانية دي وأقول له هي دي التوكيد بتاعي، أكدت الفعل الأول. طيب ممكن يكون التكرار لحرف، حرف نفي مثلا، أقول لن يفوز الكسول، لن يفوز الكسول. لن الثانية توكيد، ولن الأولى حرف نفي. طبعا الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. ممكن يكون التكرار عندي تكرار جملة بحالها، الحق منتصر جملة اسمية مبتدأ وخبر، الحق منتصر الثانية برضو جملة اسمية مبتدأ وخبر. الجملة الثانية كلها بتأكد الجملة الأولى، الجملة الثانية دي بتوكيد للجملة الأولى. بعرب الأولى بالتفصيل مبتدأ وخبر، وبعرب الثانية بالتفصيل مبتدأ وخبر، وأبقى عارف إن الجملة الثانية كلها بتأكد الجملة الأولى. ده التوكيد اللفظي، قلنا عن طريق تكرار اللفظ، ما ننساش كلمة تكرار اللفظ. نروح للنوع الثاني وهو التوكيد المعنوي، وقلنا ده بيكون عن طريق 6 كلمات. 6 كلمات قلناهم نحفظهم مع بعض، نفس وعين، كلا وكلتا، كل وجميع. طب هل معنى ان انا اشوف كلمة جميع اعرف انها توكيد؟ لا، كلمة جميع واخواتها الخمسة التانيين بيبقوا توكيد بشرطين. بايه؟ بشرطين. الشرط الاول ان يكون جاي معها ضمير يتصل بها، ضمير ما تبقاش جاية لوحدها. الشرط الثاني لما نحذفها من الجملة كلمة جميع والضمير اللي معها، أو نفس أو عين أو كلا أو كلتا أو كل، نحذفها هي والضمير لا يتأثر المعنى، المعنى ما يتأثرش. تعالوا نطبق كده الشروط دي على الأمثلة اللي عندنا. أولا نفس وعين، هقول حضر الرئيس نفسه، حتى كلمة نفسه احنا بنستخدمها في العامية بقول هو بنفسه، بس في اللغة العربية أو لو ما نيجي نضبط الجملة هنقول نفسه مش بنفسه، بنستغنى عن حرف الجر. فبقول حضر الرئيس نفسه، كلمة نفسه هنا كلمة من كلمات التوكيد. لازم أتأكد من الشروط. الشرط الأول يكون معاه ضمير أهو موجود الهاء. الضمير دوت يعود على مين؟ يعود على الرئيس زي ما السهم موضح لنا. طيب هل لو أنا حذفت كلمة نفسه دي من الجملة، شلتها خالص وقلت الجملة من غيرها، المعنى هيتأثر؟ نشوف. حضر الرئيس المعنى تأثر؟ ما تأثرش. إذن كلمة نفسه توكيد لكلمة رئيس. طب الرئيس هنا المؤكد، إعرابها إيه؟ فاعل مرفوع. إذن كلمة نفسه توكيد مرفوع.
نشوف مثال تاني، منحت المتسابقة عينها الجائزة. يبقى أنا هنا منحت الجائزة لمين؟ دي المتسابقة بعينها، حتى برضو كلمة بعينها بنقولها بالعامية، فهي بعينها، مش حد شبهها ولا حد بينوم عنها، لا هي بعينها، هي بنفسها. فكلمة عينها هنا ممكن تكون توكيد، وخلي بالك أنا بقول ممكن لغاية ما أتأكد من الشروط. الشرط الأول في ضمير عينها، الهاء يعود على المتسابقة. طيب الشرط الثاني لو أنا شلت عينها دي من الجملة خالص، هل المعنى هيتأثر؟ نشوف. منحت المتسابقة الجائزة، هل في تأثير في المعنى؟ مفيش، المعنى سليم. إذن كلمة عينها كلمة تعرب توكيد لكلمة المتسابقة. طبعا المتسابقة هنا نائب فاعل مرفوع، يبقى كلمة عينها توكيد مرفوع، والضمير اللي معاها مبني في محل جر مضاف إليه. نشوف مثال تاني. احنا قلنا كلمة نفسه عينه ممكن نستخدمها لتوكيد المفرد او المثنى او الجمع. انا هنا جبت مفرد، اكدت مفرد الرئيس والمتسابقة. طب لو انا قلت المهندسان انفسهما موهوبان، انا بأكد مثنى. نلاحظ ان كلمة نفس بقت انفس، وده بيحصل في عند التثنية والجمع، لما يجي لها ضمير مثنى او ضمير جمع نقول انفس. المهندسان انفسهما، كلمة انفسهما ممكن تكون توكيد، نتأكد من الشروط، في ضمير هما. طيب لو انا حذفتها من الكلام من الجملة المعنى هيتأثر؟ نشوف. المهندسان موهوبان، في تأثير؟ مفيش تأثير، يبقى كلمة انفسهما توكيد مرفوع علامة رفع الضمة، والضمة هتترسم على السين، والضمير هنا مبني في محل جر مضاف اليه. طب ليه قلنا توكيد مرفوع؟ لانها اكدت كلمة المهندسان، والمهندسان اللي معانا مبتدأ مرفوع. نشوف مثال كمان. سلمت على الطلاب أعينهم، كلمة أعينهم ممكن تكون توكيد معها ضمير الضمير اهو. طيب هل لو شلتها المعنى هيتأثر؟ نشوف. سلمت على الطلاب، في مشكلة في المعنى؟ مفيش، يبقى كلمة أعينهم توكيد. طب توكيد ايه؟ معرفش، اروح اشوف المؤكد اللي هو كلمة الطلاب، اسم مجرور، يبقى التوكيد اللي معايا توكيد مجرور وعلامة جره الكسرة، تترسم على النون أو تحت النون، والهاء اللي هي هم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نشوف كلا وكلتا. كلا وكلتا بنستخدمه عشان نأكد المثنى فقط، المثنى فقط، يعني لا مفرد ولا جمع. كلا بنجيبها للمذكر، وكلتا اللي فيها التاء دي للمؤنث. طيب نشوف المثال. نجح الطالبان، جملة فعلية، نجح فعل والطالبان فاعل، كلاهما، كلاهما توكيد، نشوف معها ضمير هما هم. طيب هل لو انا شلتها من الجملة المعنى هيتأثر؟ نجح الطالبان، مفيش مشكلة، يبقى دي توكيد. توكيد ماله؟ معرفش، اروح اعرب المؤكد اللي هو كلمة الطالبان، الطالبان فاعل مرفوع علامة رفع الألف، اذا كلمة كلاهما هنقول عليها توكيد مرفوع وعلامة رفعه الألف اللي بعد اللام دي، والضمير مبني في محل جر مضاف إليه. نشوف مثال تاني. كرمت المدرسة الطالبتين كلتيهما، كلتيهما من الكلمات اللي ممكن تكون توكيد معها ضمير هما. طب لو أنا شلتها من الكلام المعنى هيتأثر؟ كرمت المدرسة الطالبتين، مفيش مشكلة ولا تأثير. إذن كلمة كلتيهما هنعربها توكيد، بس توكيد ايه؟ نرجع نعرب المؤكد. كرمت فعل، المدرسة هي اللي كرمت فاعل، الطالبتين مفعول به منصوب، يبقى كلتيهما توكيد منصوب، علامة نصبه ايه؟ الياء. نلاحظ ان كلمة كلا وكلمة كلتا اترفعت بالالف واتنصبت بالياء، ولو اتجرت هتبقى علامة الجر الياء، يبقى هنا بتاخد اعراب المثنى، كلا وكلتا بتاخد اعراب المثنى دايما، لا لما يكون متصل بها ضمير بس. طب ما فيش ضمير، تعرب اعراب المفرد، يعني تترفع بالضمه، تتنصب بالفتحه، تتجر بالكسره، بس طبعا لو انا قلت كلا مش هعرف احط الضمه، فبنقول ضمه مقدره، ولو قلت كلتا مش هعرف، او كلا برضو مش هعرف احط الكسره، فهنقول كسرة مقدرة، وطبعا الفتحة برضه هتكون مقدرة. يبقى كلا وكلتا من غير ضمير تعرب بالحركات المقدرة، الضمة والفتحة والكسرة زي المفرد، معها ضمير تعرب إعراب المثنى، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. نروح
لكل وجميع. كل وجميع بنستخدمهم عشان نأكد بيهم الجمع في الأساس، والمفرد بس في حالة لما يكون المفرد ده ليه أجزاء. نشوف المثال، بقول كافأت المجتهدين كلهم، كلمة كلهم معها ضمير ولو شلناها المعنى مش هيتأثر، يبقى كلهم هنا جاية توكيد بتأكد كلمة المجتهدين، المجتهدين المفعول به منصوب، يبقى التوكيد بتاعي توكيد منصوب والضمير مبني في محل جر مضاف إليه. تحدثت مع المعلمات جميعهن، برضو كلمة جميع من الكلمات اللي بنستخدمها للتوكيد ومعها ضمير ولو اتحذفت المعنى مش هيتأثر، يبقى توكيد ماله معرفش. اروح اعرب كلمة المعلمات عشان اعرف اعرب كلمة جميع. المعلمات جاية بعد مع ومع ظرف، فالمعلمات مضاف اليه مجرور بالكسرة او علامة جره الكسرة، يبقى كلمة جميع توكيد مجرور وعلامة جره الكسرة تحت العين والضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ماشي، انا هنا استخدمت كل وجميع لتوكيد الجمع. طب لو انا هأكد مفرد هقول قرأت الكتاب، ينفع اقول كله؟ اه ينفع. ليه؟ لان الكتاب دي اجزاء، دي صفحات، دي اوراق، لو انا قرأته كله هقول كله. فكلمة كل بنستخدمها لتوكيد الجمع او المفرد اللي ليه اجزاء. اقول زار المحافظ القرية كلها، المدارس والمستشفيات وكل مكان فيها، يبقى لما يكون المفرد ليه اجزاء بنستخدم كل وجميع. نروح ونلاحظ ملحوظة مهمة جدا نخلي بالنا منها. عندي المثالين اللي قدامي دول، الطالبان كلاهما ناجحان والطالبان كلاهما ناجح. المثال في كلمة من كلمات التوكيد. طيب يا ترى هنعربهم توكيد؟ احنا اتفقنا نشوف الشروط. نشوف المثال الاول، الطالبان كلاهما ناجحان. كلمة كلاهما معاها ضمير؟ اه اهي كلاهما او هم. طيب لو انا حذفت كلمة كلاهما من المثال المعنى هيتأثر؟ الطالبان ناجحان، في مشكلة في المعنى؟ مفيش، يبقى كلمة كلاهما هنا توكيد مرفوع وعلامة رفعه الألف. نروح الناحية التانية، المثال التاني، الطالبان كلاهما ناجح، في ضمير؟ اه هما ضمير موجود. طيب لو انا شلت كلاهما من الجملة المعنى هيتأثر؟ الطالبان ناجح، تنفع؟ ما تنفعش، هنا في تأثر في المعنى، يبقى ما ينفعش نعربها توكيد. طب نلاحظ كده الطالبان مالهم، عرفنا ايه عنهم؟ ان كلاهما ناجح، المعلومة اللي عرفتها كلاهما ناجح، دي جملة اسمية. كلاهما دي لما نيجي نعربها هنعربها مبتدأ ثاني مرفوع علامة الرفع الالف لانها مثنى معها ضمير اهي، او تعرب اعراب المثنى. يبقى نلاحظ ونخلي بالنا ان مش اي كلاهما تبقى توكيد، لازم اجرب احذفها من الجمله واشوف المعنى هيتاثر ولا لا، لو ما تاثرش يبقى توكيد، ولو اتاثر ما تبقاش توكيد، نشوف موقعها ايه في الجمله ونعرف. اتمنى يكون الدرس سهل وواضح، وان شاء الله بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.